مباشرة الخطأ ملفان والهدف الأول. يدع فريق الأمن المدافع تقريبا كان رؤية جيدة ومتابعة جيدة للكرة. من في المراقبة ثانيا أنه أصبحت فيه اختلاط. هذه كرة أخرى في ظهر المدافعين للشباب، محاولة التوزيع ومحاولة التسديد. هدف التعادل لكل هؤلاء الذين تنقلوا مع الفريق لمساندة الفريق. أعتقد أن التمريرة كانت دقيقة والرؤية كانت ممتازة واليسارية كانت أروع في الشباك. نعم، لأنه شوف هنايا ما تعاملش كما في الدور المقبل كما ذكرت. كرة في الوسط من دون خطأ يقول الحكم. هجوم لفائدة شباب عين والسارة في آخر اللحظات، في آخر الومضات. ركلة جزاء، ركلة جزاء. قلت لك أنه بمفروض 11 ضد 10 أنك تلعب متقدم، حتى ولو تحاول أنك تسجل، ولو ما سجلتش ماكش راح تخسر وماكش راح تلوم نفسك أنك لماذا لم تغامر ولم تأخذ يعني. ثنائية عواد والهدف الثاني. ثاني الأهداف لشباب عين والسارة طبعا في الكواليس كل هذا تحدي.